الله. وليد صباح الخير. صباح النور. صحت يا ولدي؟ صافا الحمد لله. قلتي لي بك جوع هاد النهار؟ لا هذا ديالك، انا كنت عارف غدوز اليوم. انا فاطر وليني غادي ندير الفطور الثاني. الفطور ديال المايسترو ما كيتردش. بالصحة والراحة. وفين هواتي؟ ايه راه مازال ما كملتش الطبلة. لا غير خليك انا غادي نجيب داكشي اللي خاص. انت خليه مرتاح. أنا سيدي هاتي وليد. با راه هادشي غيبرد. با خليتي الطبلة واجدة، واش رجعتي نعستي؟ با ياك لاباس، ياك ما كتحس بشي حاجة. Allez, c'est parti, Luce. Préparation. Et on ouvre et demi-plié. Étendu, demi-plié. Étendu, demi-plié. Grand plié, demi-plié. Étendu et ramassé. Et allonge et cambré. Et reviens. Et à la seconde. Et relevé. Et équilibre. Reste. Et tourne. Hop. Et posé. Et détourne. Hop. Et je redescends. Ok les filles, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. On continue l'enchaînement la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Waouh, tartare de bœuf. Waouh, saumon gras plat. واحد الأمر تلميذ يلا ويا سير يلا 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 فوقيكم يلا
مالحة شوية، زيد فيها شوية ديال الماء الغليان وقطع واحد زوج ديال البطاطا ورميهم فيها ومن بعد حيدو. يلا هذاك الكوري راه غير ميديوم، عندك الصيد يكون بيان كوي غير ميديوم. الله يرضي على ولدي. هلا فراس فين وصلت هذيك الشلاضة؟ نشوف لك، شوف لك هاد لاصوص راه هي معلقة. حامد هادشي لوح هادي وصاب واحدة أخرى. يلا ما نفرو أخدم على كثيرة ما نفرو حامد واحد كليان بغا يسلم عليك ما نسانيش دابا غير دقيقة راه زعما بغا غير يتعرف عليك وشكرا. يلا طرقوا يديكم الدراري طرقوا يديكم أخدمة كثيرة هاد الليلة طرقوا يديكم. الحمد لله. تيمو ماما علاش بوسيدي وبابا ما جاوش معاك؟ مشى عندو باباك وبقى معاه. وما غنتغداوش مجموعين؟ سي غنتغداو مجموعين بالحق في الدار. في الدار يقدرنا نمشيو لغيستوران الزيتونه كي ديما. باك سيدك واقيلا عيان شي شويه، باباك ما بغاش يخليه بوحدو. اش عندو مالو مسكين؟ ما عرفتش حتى نمشيو نعرفو. عرفتي شنو؟ عندك راه تكون عيط لها باباك. سي با فغي عمتي غتكون هي وراجلها؟ علاش كتسولي؟ والو غير مكرهاش مكانت عمتي غير بوحدها. كاع مكرهناش تكون عمتك بوحدها. الحق هذاك راجلها ما عندنا ما نديرو. لا با انا راه بنت كابله ماشي ماما زينب الله يرحمها. ماما عبلة؟ هاي عبلة بنتي؟ بنتك عبلة عبا. مرحبا مرحبا مرحبا. من فوقاش بنتي وانتي هنا؟ من قبيلة وانا هنا عبا. الصباح انا كنتسناو فيك تفيق. مرحبا بنتي مرحبا. وفين خوك؟ ها هما في الجردة هو وسلمى وهيبة كنا كنتسناو فيك. شي نعيط لهم؟ لا لا انا غادي نخرج عندهم. واخا عبا ياك ما فيك والو كتحس براسك مزيان؟ لاباس بخير الحمد لله بخير. عين نوض نغسل وبدل حالتي ونخرج عندكم. على خاطرك با يلا انا نسبقك. واخا بنتي يلا. خاصو يمشي يشوف الطبيب هو اللي يقول لينا. انتي بصافي بغي يمشي ليا للطبيب. عرفتي يا سمير انا كنظن انه غير المود ديال ماماك هو اللي اثر فيه وصافي. حتى الخدمه اللي وقف سيمانه كامله وهو جالس في الدار. فاق هو شويه غيجي. شنو بالك؟ بلي مزيان ما عنده والو. شتي الحمد لله هادشي اللي قلت لخوك غيكون غير عيالي داير له هادشي كامل. لا حالته ماشي طبيعيه. ما عرفتش انا تنقول باللي بيسكو كيبقى فايق ليل كامل وتينعس بالنهار الى ريكوبير مشوشني كيبقى بوحدو. هو اللي ما كيبغيش يجي لعندنا وراه حنا اللي خاصنا نجيو نجلسو معاه. ما عرفتش كيفاش غندير ليه حنا ساكنين بعاد عليه. انا خدامه كنديرو مع المدرسه ديال هبه. انت عبله تقدري تجي تجلسي معاه غير على ما نشوفو الحاله ديالو. ما كرهتش اخويا راك عارف المشكل مع جواد ما يبغيش ليا. هو جيب وحدك ومن بعد نديرو النوبه. صباح الخير عليكم. صباح النور. لالا بنتي بسيدي كما صباح صباح الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله. سيتو سيتو صباح الخير. صباح الخير. ديال اش هاد النوبه اللي بغيتو ديرو؟ شكون غيطيب؟ حالته هي
باقي ما بقى خدمه ما والو، عاد غير الدوران والصهير والسناق، خسر الفلوس راك عارف. ايوا وانت مالك صبره؟ كيفاش مالك صبره؟ اش بغيتيني ندير؟ راجلي كنبغيه، ما غاديش نعاود نهضر في نفس الموضوع سمير. راه حتى هو خصو يبغيك ويجمع راسو. اخويا راني كنكبر في لاج ماشي كنصغار، حتى انا خاصني شي وليد ولا شي بنيته، ماشي من حقي. تلقي راسك اش كتسنى؟ ما جابش الله اش غندير؟ ياك قلتي الطبيب قال لك ما عندك والو. اه ولكن باقي خاصني ندير شي تحاليل اخرين. انا منك ما نديرش الدراري مع واحد بحال جواد. والله اخويا الا قلبه ما خايبش، والله الا قلبه زوين، غير نهار جرى عليه با تاثر نفسيا، ما بقاش هو هذاك، تازم اش غندير ليه؟ با كل لقى فيه الضو ما غيجريش عليه. هذاك الراجل عندك ما بغى يتعلم حرفه مقاده، ما بغى يصغر راسو ويسمع الهضره اللي تنفعو، ما فهمتوش. ولكن سمير حتى با كنقاصح معاه بزاف. با ما كيتعاتقش في الكوزينه، وانت راكي عارفه راجلك اش دار. صافي عافاك نقلبوا هذا الموضوع كاع. بديلة بدلو ما صعبي تشيل الفاسون تركيده ربي هربا خيبة ترى طردكم من دارو خونا جواد واش بدلع قارك خسرشي واش انا قمرت معكم وتعطي السيد رزقه بالصراحة الدراريل ماتش كان ديالنا اول اربيت جا من جيتكم سحب راسك لعب في راس الدرب ترى الكلاسيك وهذاك هو الحاج والكورة هي هادي خونا يلا مشو نريحو مع الرجال اما هادو غير قصور الدنجال هذا راجع عليكم باقي ما كتعرفوش ترى الراجل ضربنا في الفدار بقى نص لابس كويره هذايا ياك ما بغيتي نصرى الكويره اسمع راس الولد سيسر تشرب داك الشراب ديالك وغتخلصو غتنط تفحات من هدايا فاهم قطعو من الزرم وداك الشيء اللي غيشيط سير دير به الصونه ما حد المية سخونه مزيانه هادي نقدو نجيو بومبيه وما يقدوش يفرقونا يلا خويا مشو بحالنا يلا يلا نديرو طاطو طاط وراك معروفه دو ساعه بخرى الدراري راك معروف خويا جواد واش بغيتي الصراحه الماتش كان ديالهم شتا معنا ولا مع غانا ولا بوتسوانا وانا مع الحق نعطيهم انا الفلوس ونبقاو حنا محففين باش نكملو الصاره ما صافي نسى عليا هذا الفيلم قول لي شنو كاين عندك مادام مشات على الباب يعني الدار خاويه انا داك العقب غتمشي تقدرينو ومشو نريحو في الدار اشي ودابا دويتي هادي هي الهضره يعني الليله غادي تكون زايه انت عليك الطن وانا عليا الحراره انا باغي كامل غزال تاني يلا بقى نتحرك ودابا بقى لنا نزيدو غير الكريم شونجي شويه 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 بزاف ديال الكريم شتي كون درتي العسل كون احسن من هاد الكريم غيبة يلا بنتي راه باباك وماما كيتسناو فيك برا واخا عمتي شويه مازال عافاك وهادي هي الوقيته يلا دخلي الدار توجدي راسك تاخدي لك بوندوش تقادي كتباتك باش غدا في الصباح تصبحي مزيانه واخا عمتي شوفي احنا قرناك من الكاطو ونمشي خد براسك راكي كتعرفي سلمى دابا تقلق عليك شكون هي سلمى وين يا با سيدي سلمى ماما رانا عرفتها مامك انا غير كنتفلى معاك بنتي ايت ان غران شيف ال ميريت لا توك شفتي يا بنتي لا كويزين كتبغي الصبر عرفت عندك الحق با سيدي وما كرهتش نبقى معاك ولكن راه بصح خصني نمشي حيت غدا عندي ليكول اوكي يلا تصبحي على خير واخا نخلي لها تاك بيان سور تي لا ميريتي يلا تصبحي على خير صباح الخير عمتي بون نوي حبيبي با تاتا خاصك ترتاح راني وجدت لك بلاصتك يلا باش نمشي معاك لا لا غنمشي بوحدي غير خلي لي عافيه بنتي الضو مشعول ديال الكوزينه نمشي نفيق بالليل واخا با صباح على خير صباح على خير
خصو يمشي يشوف شي طبيب. ومستر كون كان يبغي ليا الطبيب. حالته ما بقاش كتفرح. كيبقى بوحدو في الدار. شحال هادي قلت لك شوفي له شي مرة اللي تقلت معاه؟ أنا راه ما ناسياش. راه هدرت مع صحاباتي في الخدمة. صعيب الحال. الحاج خاصو شي وحدة اللي تبات. مشكلة هو ما باغيش. نجيب له شي وحدة ويجري عليها. علاش مالو ياك لاباس؟ الراجل راه مازال بخير الحمد لله. ما بقاش كيركز. اليوم في الصباح مشيت لقيتو نسى البراد فوق العافية. الحمد لله اللي وصلت. كون راه طرات شي مصيبة. داكشي علاش قلت لك غدا ضروري نمشيو نشوفوه قبل ما نبداو النهار. داكشي باش وقفوه من الخدمة. راه شاد في قلبو وساكت. كاع ما كيهضر. ويلي على ما كيهضرش. واش ما عقلتيش على الحالة اللي دارلهم في الغيستورون؟ حتى هذاك راه زاد فيه. كان ممكن يخليه يزيد عام ولا عامين. سمير الراجل دار اللي عليه. الحاج الله يهديه ما بقاش كيعقل ولا باغي يجبد المشاكل مع الكليان. ملي دخلت ماما عندنا الكوزينه ما عرفهاش. كيفاش ما عرفهاش؟ شاد الهضره تقولي ما يمكنش ما يعرفهاش. راه غير كانت يتفلى معاك. جو سالاد سيزار، واحد همبرغر، جو سباكيتي بولوني. صافا. واش هادي هي لا كوموند الاخرى؟ هي الاخرى موشر. صافي قول لهم ما باقيش يدخلوا لنا، الله يجعل البركه. قول هاني. شوفوا لها الاولاد، هذه الخدمه اللي بخاطرها سهله، انا غنخليكم تكملوها. انا غادي نخرج زاد. شوف بغيت ندوي معاك. قول اش عندك؟ بغيت عافاك انا ندخل الكوزينه نتعلم الحرقه. ما كتعجبني وتا انا بغيت تكون ميستر ان شاء الله. شوف اولدي. الكوزينه كتبغي الرزانه والصبر. وانت عزيز عليك كثرة الهضره واللغط. راه الصلاه هي اللي تصلح عليك، تما بعد على الاقل تلقى مع من تهضر. حيت دابا اللي كنقول ليه رانا خدام في الزيتونه كيقول لي بيان سور راك كتعرف طيب بحالك بحال الميستر. الله يرحم لك الوالدين، الله يخليك صحتك. ان شاء الله ان شاء الله. سير قضي شغلك. هي اللي ولا ميستر بحال الموسيقى. يلا يلا الله يعاونكم. وليد با يلي ولا ميستر. جيجتك ما دخلنيش الناسو. دابا شكون بغيتي يجمع هاد الزباله هادي اللي درتي ليا اليوم؟ خليها حتى الصباح جمعها. وقتاش هاد الصباح وانا فايقه مع السبعه؟ غتخلي عليك هذاك الشيء. واش بغيتي نخلي الدار بحال هكا باش تبقى ليا هكا النهار كامل؟ يلا الله يتناسي. ما غاديش نمشي نعس، خليني عليك يا جواد. ما غاديش نمشي نعس. تنعس الا باغي تنعس نتايا وخليني عليك ترونكيل. سمعي انا ما غاديش نمشي نعس نجمع داري. فيقتيني غتنعسيني. جواد خليني عليك ترونكيل وخلي هاد الليله هادي تبقى جاري معايا. جواد بعد مني بعد حاجة أخرى ميسترو؟ لا صافي، ارسل في حالك أنت، خليني أنا غندي براسي. لا ما يمكنش. قول بالصحة والراحة، ملي تسالي أنا غندي براسي، لا طابلة عاد نمشي في حالي. وصافي سير خلينا ناكلو في خواطرنا. أبو زرت. مش عارف يدير الهضر ما كيسكتش. اللي واخا هكاك ظريف، سيرفيابل.
عبلة كلي خلينا نطلقوا الصطافي مشاو يرتاحوا. انا كنقول سمير وسمير اش واحد تهزوني عافاك لما سير شوف شكون هيجي عندنا في هاد النصاصة د الليل ما عرفتش غيكون شي جار ولا شي واحد غلط سير عافاك سير فين عمي الحاج وراك محيح مع راسك ها دير مولا جديد يا ابو الحاج الكوسيم والباندوفا راك واعر سيروا شغلكم حيدوا من هنا انا راه غادي ندمكم وبنتي لينا تالف ابو الحاج قلنا نعاونوك باش تتعاوننا انا ما تالفش سيروا فحالكم تحركوا من هنا ولا غادي نتسطح لكم هذوك جوج دريوس الخاويين وراك حديده مصديه مع راسك ودابا ملي خرجتي للعيد دور معانا الا بغيتي نتفاكوا ومشيو لعائلتنا ودور معانا ودير بيه الحاج حيد لي من هنا ياك لاباس الحاج انا لاباس كنت غادي للخدمة وتلفت عليا الطريق اش من خدمة؟ جوج ديال الليلة الحاج هادي انا مايسترو انا الشيف ديال الكوزينة الريستوران الزيتونة عرفتيها وخارج بهاد الحالة الحاج حالة؟ الزربة يا بنتي الزربة واخ يلا معنا نوصلوك ونشوف قولي لنا بعدا فين ساكن؟ انا؟ ساكن العنوان ديالك الحاج باش نوصلك لدارك ايه العنوان عرفت غير وصلوا لنا الريستوران ديال الزيتونه راه كيتسناوني واخا الحاج يلا يكون خير يلا توصلوني للريستوران ديال الزيتونه راه ما غاديش تسكت على هادشي ملي وصلت القضيه للضرب غتمشي للكوميساريه وغادي ديري شكايه خويا انا ما قاد على مشاكل المشاكل هي اللي عايشه فيها انت دابا وديما كنسولك اختي مالك اش عندك وانت ساكته على دقتك وصابره سمير اول مره يضربني راه ما عمره ما دارها ماشي اخر مره غدا غادي تمشي تطلبي الطلاق ديالك انا معاك ما عندكناش تخافي صافي سمير عافاك خليها ترتاح هاكي بدل حوايجك غدا ان شاء الله نمشيو مع الكوميساريه انا راه غدا خدامه في الصباح ما غاديش نخدم ماشي شغلي غتاخدي كونجي وغتمشي ديري السيرتيفيكا ديالك اسمحوا لي بعدا فيقتكم معايا وصداتكم في هذا الليل كون خليتيني نمشي كون ربيت والديه في هذا الليل ها ويلي الله يهديك سمير واش دير راسك في راسك ياك ما هو الو شكون معايا كيفاش انا جاي دابا
كيفاش؟ الحاج شدوه في مركز ديال الرعاية الاجتماعية. شو واقع؟ سي سمير الحمد لله الواليد بخير وعلى خير. كيفاش توصل لهنا؟ واحد دقيقة. الحمد لله خرجت سالمة، قدرنا نوصلوا لكم دغيا، ولكن خاصكم تردوا البال لأن الحالة ديالو كتطلب رعاية خاصة. ياك ما طرا لك شي حاجة؟ ياك انت لاباس با؟ مالك الحبيب ديالي؟ إوا الحمد لله على لطف الله. لا صافي أنا غنتسناك تجي. يلا عيب شوية عليك. الله يجيبك على خير. يلا قوم باك سيدك. اسكي باغي خرج وما لقاش تاكسي باش يرجع. ماما خليت الناس حدايا على ما يجي بابا. اه الناس حدا بنتي علاش لا؟ ماما صافي بنتي ناسي عافاك. واش با سيدي جاه الزهايمر؟ عرفتي علاش دخلت الكوزينه؟ على ود المايسترو هو اللي طلبها مني وما صلحتيش لي كويزيني ودخلت للتموين وليني بدا تصرف السلعه ودير الروميز مع الخضاره والكزاره ومالي الحوت ما نقبلهاش منك. اسمح لي والله ما نكذب عليك الا هما اللي كيشفر. شكون اللي تيشفر؟ هذوك الناس كنتعاملوا معاهم من بكري وعمرنا ما شلنا منهم شي حاجه ناقصه. الجداد اللي خسرتي انت اللي كدير معاهم ما بغيتي. اسمح لي شوف ما عمرها ما تعاوديتي وتوب. غادي تجمع راسك من هنا وما باقيش نشوفك هذا الريستوران. صافي الحاج راني دويت معاه ونقيت لي ودني ما باقيش يعاود. هاد السيد ما يسوى ما يصلح. الحاج زعما راني نسيبك راجل بنتك اللي غلب يعرف من حيث انت نسيبي وراجل بنتي هذاك الشيء اللي ما بقيتش حملت نشوفك حدايا لا هنا ولا في الدار. وكنظن اكبر غلطه درتها لا انا وبنتي هي انني خليتها تتزوج بيك. انا نبوسك غادي التوبه الله يرحم الوالد. كلمه واحده راك سمعتيها غادي تحيد رجليك من هذا الريستوران. ما باقيش نشوفك. هذا الريستوران محترم وخدامين فيه الناس محترمين ماشي الشفارة والقمارة والغشاشة. خرج علي من هنا خرج علي من داري خرج عليا من هنا خرج عليا من داري خرج عليا من هنا خرج عليا من داري خرج في حالك خرج عليا من هنا قولي خرج في حالك قولي يمشي في حاله عليا من هنا شكون؟ هاهو شوف كيضحك شوفي كيضحك شوفي هاهو كيضحك با عافاك ما كنا نعمل انت شي واحد كي نغرى انا وياك هاي كنتي كتحلم با شوية عليك هانت شوف ما كاين انت شي واحد بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك الحبيب ديالي بسم الله عليك بسم الله عليك اش عندي ولا عندك ما عرفتش تراجع تقدر تقول لي السميه ديال ولادك عبله وسمير تبارك الله عليك والحفيدة ديالك؟ كنت تفلى عليا ولا مالك؟ سي الحاج غير خدني على قد عقلي وجاوبني على السؤال. هيبة الله يعطيك الصحة. الحاج اشنو سميت رجل بنتك؟ مرت ولدك؟
الله يخليك الله يخليك، صبر معنا شويه غادي دير الخطر مع الطبيب، خصنا نديرو هاد التست. ما تقلقش الحاج، حنا غير كندرشو مع بعضياتنا. قول لي تقدر تقول لي العنوان فين ساكن، لادريس ديالك، حافظ التليفون ديالك، رقم ديال التليفون حافظه. قول لي الحاج، حنا فاش من نهار اش من شهر حنا اش من عام بعدي ما نخبي عليكم. لي دياغنوستيك اللي درنا الاولى مع لي تيست اكدوا لينا مع الاشعه بان الوالد ديالكم فيه مرض الزهايمر، وهذا مرض باقي ما لقيناش ليه العلاج، ولكن كاين وسائل وطرق باش نخليو انه يتادبط مع المرض بشويه بشويه. بحالاش يا دكتور؟ حنا والله ما يتسحب لينا واش مريض بصح، كيتسحب لنا غير مكتئب مع مابقاش خدام وقلنا ما رضاش وصافي. دابا هذا هو المشكل، نتوما تعطلتوا باش تجيبوه، كون جبتو في الوقت قدروا نعالجو. دابا هو المرض ديالو في مرحله متقدمه والاعراض بدات كتبان في الدماغ عنده. شنو الحل يا دكتور؟ الحل الوحيد هو انكم تفهموا هذا المرض مزيان وتحاولوا تقراو عليه باش تحاولوا تادابتوه مع هذا المرض هذا، لانه هو محتاج المساعده وغادي يخصكم صبر كبير. والدواء؟ نظرا لتطور الحاله ديالو الوالد ديالكم ولا كيتصاب بهلوسات وكيشوف شي اشياء انتم ما كتشوفوهاش، وهاد المسائل هادي هي اللي كتخلي كيفيق بالليل مفزوع وكيعيش حالات انتم راه ما كتشوفوهاش. داكشي علاش خاصو شي واحد اللي يكون معاه ويقابلو دائما، وإلا ما قدرتوش انا كنصحكم تديو لدار العجزه. لا ولا ما يمكنش، انا صافي غنسكن معاه ونقابلو. لا يعني الا احتجتوني فشي حاجه مرحبا. مرسي دكتور. العفو. مرسي. لله. شكرا دكتور. خاصكم تساعدوه يمارس الهوايات ديالو ويدير كل شيء اللي كان عزيز عليه باش يبقى دائما مفكر شكون هو. خاصكم تساعدوه باش دماغه يشتغل ويدير جهد وما يحش بانه صافي ما بقى صالح لوالو. ملي تجيه الهلوسات ما كاينلاش تعكسو، خليوه يرتاح اكثر وحسوا بالامان والاطمئنان. حاولوا يكونوا اوقات محدده ديال النوم باش ما يتخربقش عليه كل شيء ويولي صعيب تسيروه في الاوقات ديالو. ايوا اختي خلينا لك الراحه، ياك ما محتاجه شي حاجه. لا والله ما محتاجه شي حاجه، لاله خطاكم علينا. انت اللي لاله خطاك علينا، اللي قبلتي تجلسي مع الوالد قبلي. انا بالفرحات عليا هالزلم غير فاش غيسالي الكونجي ما عاد كي غنديرو. غادي نلقاو شي مره اللي تجلس معاه، وانا راه نبقى نجي مره وخلاص. الماء ملي تكمل الخدمه راه دوز عندك، وإلا ما لقيناش غنضطر نديكم بجوج لعندي للدار. ياك الطبيب قال لكم بلي من الاحسن يبقى في البلاصه اللي مولف عليها؟ لا يكون خير. ايوا قلت لك المحامي وراه مستعد يبدا لا بروسيدور من غدا. دابا غتشوفي معاه، اما غادي يبغى يطلق بالخاطر
ولا غنضطروا ندوزوا من المحكمه. ويكون خير اخويا يكون خير. دابا اهم حاجه هو با. الله يحفظك. تصبحوا على خير. شكون؟ هاويلي شنو جاي دير هنايا؟ عارف با ما كيبغيكش تجي لدارو. هادي هي توحشتك راجلي، تيباك الا ما بغانيش نجي لدارو صيفط ليا مرتي. فين داخل؟ انا اللي ما بغيتش نجي للدار، ماشي با. ومن اليوم اعتبرني ما بقيتش مرتك، صافي؟ زوينه عندك هاد اعتبرني، انت اش غتكوني في ملك الله انت؟ جده، عمتي، اختي في الرضاعه. والبشار، شتيتي، وامرتي على سنتي الله والرسول. شتر بشويه، با ناعس ومريض. هو اللي جا مع الناس. ما انا راه بوحدي اللي اكلت الجج بوحدي. انا راه خاصني بطل. صافي يا جواد دابا سير في حالاتك، غدا نجي لعندك. كاين لا غدا لا ومي حزان. دابا هزي شطيطك وما تبيتيش هنا. تبعيني. جواد واش شويه لاباس؟ واكل شي حاجه؟ لاباس انا بخير. لكن فيه الجوع. باغي شي حاجه ناكلها. واش انا بنت لك خدامه عندك ولا شنو؟ قابل راسك شي شويه، ما عندكش لي الدين؟ تقابل راسك تاهي زوينه. ماشي مشكل، كي خصك تعرفي واحد القضيه، بان باك راه وقف لي حسكه في حياتي. كنبغي نمشي نخدم عند شي ريستورون كيقول لي شواد شفار. خصني الماني، خصني الفلوس. باك لاباس عليه. عنده اللعاقه، غايجيب اي واحد غايقابلو. مي انا عندي الله سبحانه وتعالى. فهمتي نسيبي العزيز الله يجيب الشفاء. توحشتك وجيت نشوفك. عبلة شكون هذا؟ راجلي ابا جواد عرفتي، راه غير سمعك عيان وجاي يطلع عليك. عجبك الحال دابا؟ انت فيقتي من النعاس، شنو بغيتي دابا عندي؟ شنو بغيتي؟ بغيتي فلوس؟ هاك هاي لابليكاسيون، شحال خاصك؟ هانت هاي 500 درهم هي وصلتك للكونت. تيجي من الفلوس ولا مني وصل لنا مال؟ شكون هذا؟ صافي طلعت الكتبه. عندك يومين بربي ما جيتيش غنجمع شطيطك غنحتي على موزيطك غنجي نريح لكم هنا وتنبت. صافيك من هنا يومين، من هنا يومين يحن الله. يلا يلا جواد العار انا مزوقه فيك. يلا نودي جيبي لي شي حاجه ناكلها خشيه فوجي ونقدر نديو نجيب مع الحبيبه ديالي شويه. توحشتك. لا حول ولا قوه الا شكون هذا؟ عمرني ما صحبني الوالد غادي يوصل لهاد الحالة. حاج تبارك الله عاش حياته، وصل شي حوايج حتى شي واحد ما قدر يوصل لهم. ولكن هادي هي الحياة، واحد الساعة كنكبروا وكنضعفوا. إلا با كنت كنشوف فيه القوة، الصرامة، النخوة، ما قدرش نشوفه في هاد الحالة. إوا لا واه عمي الحاج باقي نهمه وشان، اون بليس اللي عنده ولد فحالك حياته كاع ما ضاعت. عرفتي يا سلمى فاش كنت صغير كنت كنموت منه بالخلع، واخا معمرو ضربني كان تيتعامل معنا بقساوة، ولكن كان محسسنا بالأمان، معيشنا في العز. أنا هادشي كامل عارفاه وعشتو معاك وشتو بعينيا. عمرنا ما طلبنا منه شي حاجة وردها لنا في وجهنا. ملي كنت يلاه بديت الخدمة كان الصالير على قد الحال، عيط عليا وجلسني حداه بحال شي دري صغير.
قال لي هاد الهضره غادي تبقى بيناتنا، غادي نخلص عليك الكره حتى تقعد وينشف عظمك تولي قادر تقوم دارك ومرتك. ايوا حنا ملي بقينا كندورو في اوروب بحال الحماق وخسرنا فلوسنا كاملين وطلقنا الدار، نرجعنا شكون اللي كرا لنا الدار وشكون اللي اتتها؟ الله يقدرنا باش نردوا له هذا الخير كامل. عرفتي يا سمير، احسن حاجه غادي تقدر تردها الوالد ديالك في هذه اللحظه هذه شنو هي؟ هي القوه والصبر اللي زرع فيكم وانتم مازالين صغار، وانا معاك ان شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا حبيبه، الله يخليك ليا. انت الله يخليك لينا. حاج كيفاش كتسحق براسك؟ كتقرب في البصله ولا جاي تقتلني؟ انت ما صالحش ليا، انت غادي تمشي فحالك، ما كتعرفش تطيب، كوزينه بزاف عليك. شحال هادي مشيت فحالي يا الحاج، اش مجال باغي؟ ما باقيش الدور جاي تري الصوره، غادي تخرج ليا من حياتي، ما باقيش باقي نشوفك. انت توري الصوره، صلي على النبي، انت راه مشات الريستورو، كنا وكنتو، دابا انا بايطالي، فهمتي؟ ياك ما ضربكش الجنيه اونديكابي، السي موزار. ديال الكوزينه. انت كلب، انت حقير، انت ولد الحرام. حيد عليه. تيش 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 غيضرب هذا بحال هاد الشكل هادو راه كنفخ عليهم. خرج عليا من حياتي، ما بقيتش باغا نعاود نشوفك. خرج عليا، ما بقيتش باغا في حياتي. واخا لالا هو غادي يمشي، ولكن نقول لك واحد الشكل مات بربي، يومين ما جيتيش غنهز حويجي غنريح لكم هنا بوت نبت. عطينا تيسع، قلت لك خرج. با بشويه عليك، بشويه عليك با، اجلس بشويه عليك شويه. صافي ما تخافش، مشى قيل التراب هذا غيكون. ما تبكيش با، عافاك ما تبكيش، ما تبكيش با. جري عندك رجلك؟ اوه ندود ولا رياك؟ وفي كومسا نشوفها هكذا. ما ريحتيهاش كيف ما طلبت منك؟ لا غير لبس ما باسيدي شويه وصافي. إذا مشيتي تفرصتي عليها راه ما غتبراش دغيا. لا ما يمكنش، عندي سبيكتاكل دو دانس. صافي بنتي ان شاء الله غتبراي وغديري سبيكتاكل ديالك. صافي المهم الا ريحتيها راه غتولي احسن اللي كانت. بغيت نمشي لريبيتيسيون دو سبيكتاكل. غادي نهضر مع الكوتش باش تمشي تحضري لي ريبيتيسيون. بغيت ندير لا دانس ديالي. لا با شحال مره قلت لك ملي تبغي تقطع شي حاجه نقطعها لك. ولي 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 تم 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 تجرحتي يا با. بلاتي الله يهديك با، حتى انت هي ما تسمعش ليا، هي ما نهضر معاك. اش كيدير الخينا هنا؟ عمرو باقي يدخل داري، هذا راه جاي باغي ينتقم مني، باغي يقتلني، عمرو ما باقي يدخل الدار. يلا با يلا يلا نديك على الدريه. يلا ما باقيش يدخل داري. يلا يلا عبله ما باقيش خليه يدخل الدار، هذا راه شي نهار غادي يقتلني هنا. اش قلنا سي الحاج؟ موس العافيه لا؟ واش انا دري صغير؟ لا سي الحاج، انت ماشي دري صغير، انت المايسترو. اذا ندير داكشي اللي بغيت.
دير داك الشيء اللي بغيتي، غير الحاجه اللي غادي تضرك بلاش منها. با غير تبعي، غير ما تنسيش داك الشيء اللي قلت لك، راه كيشوف شي حاجات ما كتشوفيهاش انت، ديري لي خاطرو. جيتك بالخير يا دكتور وسمح لينا. توصل يلا نمشيو. خلينا نلعبو مازال شويه. با صافي بركه عليك، يلا يلا حتى نعاودو نرجعو شويه. يلا 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 معايا. سمحوا لينا وما عندي ما نسالك با، باقي كوايري ها. برافو عليك. لا حنسيهم اللي في الكره. الله يا ودي، انا ملي كنت صغير وانا كنشوف المايسترو اشنو كيخرج من يديه، كان عبقري في كوزينه. الله يحفظك. وكان عزيز على الوالد بزاف، وكان ديما كيدوي لينا عليه. الصراحه داكشي علاش بغيت نجيبو لهنا، وبغيت ندير له شي حفله مع لي كويزيني اللي كانوا خدامين معاه، نخرجو من داك الجو ديال الكآبه والعزله اللي ولا عايش فيه. مرحبا، وقت ما بغيتي. عرفتي شنو دير ملي تقرر؟ سيدي المنيع على حسابي. لا لا يخطيك، ميرسي بوكو. مي يكون عنده باس وما تنساش تسلم لي عليه. مبلغ. وي شنو بغيتي؟ مرحبا، كنجاوبوش في التليفون، راني زعما باغي نهضر معاك. ما بقات بيناتنا هضره. شتي كل مره كنبغي ندير عقلي ونرجع زوين كتقمعيني. غنتلاقاو دابا 10 دقائق نهضرو، غادي ناكد لك انني غادي نولي جواد اللي انت باغا. جواد انت ما عمرك ما غادي تبدل في الحياه، فهمتيني؟ بركه جواد بركه، انا عييت والله حتى عييت. واش باغي تكمل عليا ولا شنو؟ صافي تلاقينا خوت، غادي نتفارقوا خوت، سمعتيني؟ ايه وصلنا كاع لهادشي. ايوا لا لا نتلاقاو ونهضرو صافي. واخا جواد صافي واخا، انا نلقى شي وقيت ونعيط لك. نيتر غادي ندوز للدار نجمع حوايجي صافي ونتلاقاو. يلا وبردي شويه، بردي شويه، الدم راك عزيزه وغاليه، خدي الصافي ديالي. جواد غادي نقطع، نتربى معايا. اه كيف معاك، سلمي لي عليه بزاف. با 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 الله يخليك، سمح لي الشريف، واحد السيد كان هنايا جالس، راجل كبير ما داش سمح داك. لا ما شفت حتى انا. با با علاش تزود؟ علاش ديما خرج لي في عودي؟ علاش با Thank you.
زينب اش كاين؟ من الصباح حتى تابعني كلاباس. زينب مالك؟ اش عندك؟ يلا نمشيو للدار. واش من دار؟ ولاني انت ما سواش العيشه هاد الراجل اش بغى؟ قبيله اختي هو تابعني. زينب شكون هاد المرأة؟ ما باقيش تجي لهنا. يلا نمشيو للدار. اش من دارنا الشريف؟ راك جاي العافيه برجليك. المرأة راه مزوجه وعندها راجلها. سمير تاش من سمير؟ انا كنت تقيت في وجه الله وراني خدمت. سمير تلقى منو ياك لاباس؟ وراه بكري ما كيسواش. اش الواقع؟ من الصبح هو تابعني. الله يجازيكم بخير اللي ما يسمحوا لنا. السيد راه مريض في الزهايمر وكيبدا ينسى وكيبدا يشوف شي حوايج كاع ما كاين. والحمد لله كون كان راجلها والله تيقسموا على نص. ديو باكم وسيروا بحالاتكم. انا ما مريتش نتوما اللي مرات. انا ما مريتش بلاتي وزينب اش من ما نخليوهاش. انا غادي يجريسي واحد الشماكريه. ما كايناش مي مات الله يرحمها. ما ماتش. انا غنمشي نجيبها. انا زينب وي كيفاش؟ فين نتوما دابا؟ صافي انا جاي انا جاي. تبع نعرفوش كل ما يسطروا عسي الحاج. ويهيبة مرمى ماك ما كتجاوبش. مشات غير تشوف واحد المرأة اللي غادي تقابل البوستيتي. شكون هاد المرأة؟ ما عرفتش بابا. بسيتي ما عرفنيش. كاين معايا في الطوموبيل دابا وما عرفت مالو. كيفاش؟ ما يمكنش ما يعرفكش حبيبه. ما يمكنش ما يعرفكش. بابا راني خايفه. ما تخافيش ما عندك علاش تخافي. انا جاي. واخا في فيت دو بير راحت. ما بقيت فاهمه والو. كيشوف فيا واحد شوفات دابا انا جاي. انا قلبك. واخا بابا عافاك راني خايفه بزاف. احسن طالعين الاحسن مره في العالم. واش دابا جواد كيتسحب لك تبقى تضحك عليا بجوج كلمات ديالك؟ انا راه عييت جواد. تقهرت ما بقيتش قاده نزيد في هادشي ديالك. حقك زعما كيكون مكتشفك لنا تكون هادشي تفرتك شحال هادي. دابا شنو بغيتي عندي بالضبط؟ نبداو صفحه جديده. بغيتك تعاونيني باش انا نرجع داك جواد اللي يشرفك ويشرف عائلتك. دابا بغيتيني نتيقك. شحال مره عاونتك جواد؟ شحال من مره قلتي لي انا غنتبدل انا غنولي راجل انا غنشرفك مع عائلتك؟ شحال من مره؟ انا غنأكد لك مزيان لانني ما بغيتش نخسرك. عزيز عليا تعطلت غيخصني نمشي دابا. لا تاكلي معايا الطاجين وترتاحي مع راسك ونوصلك تيب الطرف رجع. مشيتي وخا بقيتو بجي لقيت باني ديما زوينه في عينيا. هاي هي هادي الضحكه اللي كنموت عليها انا. دوق عليا الطاجين وعطيني الراي ديالك. واخا ندوق ونمشي في حالي. لا ما غاتمشيش. بسم الله عندك راه باقي سخون. كي جات شتي ملي كدير عقلك في الحاجه كي كتقنع. انا حاجه واحده اللي تقنتها هي تعرفت على هاد الزين هذا. بقى كدوخ عليا تما. بقى والله الا لم كندوخ عليك حيت غدا ان شاء الله غادي نخرج نقلب على خدمه
احسن ريستوران حيت انا التربيه ديال الميستر. يا ربي الهدايه من عندك يا ربي، دير شي تاويل ديال الخير في هذا السيد هذا. يا ربي امين. نزيدك اخر الاخبار. الله يسمعنا اخبار الخير. ايوا لاله، راه شديت الرونديفو من عند الطبيب ديال الولاده باش غنمشي ندير التحاليل ان شاء الله باش الحبيبه ديالي تحمل. بصح جواد بصح، ما كتفلاش عليا حيت انا بغيتك تحملي، حيت كنبغيك. شنو؟ ونكملوا الطاجين ونوريك شنو. عبلة تعطلات وحنا خصنا نمشيو. قبيله وانا كنعيط لها ما كتجاوبش. عرفتي شنو؟ نوضي سيري انت وبنتك، انا غادي نتسناها حتى تجي ونخلط عليكم. ولا ما جاتش شنو نديرو؟ انا بنت لي اختك بحال الا بدات كتعيا. كاين شي واحد كيعيا مواليدي؟ غتلقاها مشات للدار لقاتها موسخه وراه جالسه كتقادا. كتعرفي عبلة؟ قالت لك غترجع تخدم. شنو غنديرو؟ انا مازال ما لقيت المره اللي تقابلو، واللي كنقولها لها زايمر ما تتبغيش. الا اضطرينا راه غنديو عندنا الدار. لا ما يمكنش، ما شتيش بنتك كيفاش تخلعات قبيله؟ شنو؟ باغاني نسمح في با؟ لا ماشي داكشي اللي قلت لك، ولكن كاين دار العجزه، كاين جمعيات، جمعيات المختصين في هادشي. باغاني ندي با لدار العجزه باش نقتلو بالغبينه. دابا جاب الغبينه للهضره، انا كنقول لك الجمعيات اللي مختصين في هادشي تيفهموا في المرض حسن مني ومنك، اون بلوس راه يتعرف مع الناس بحالو، بالعكس مزيان ليه. سلمى ما بغيتش نبقى نسمع بحال هاد الهضره. انا سمير اي حاجه نقدر نصبر معاك فيها الا هادي، ما نقدرش نصبر انه يبقى معنا ديما. هادشي اللي شفت اليوم خلعني بزاف. راه جاتو كريز، جاتو كريز وصافي. راك شفتي ملي دخل لدارو ارتاح ومشى نعس. حيد دارو الى سي غوبير هنايا وبززنا عليه باش يشرب الدواء. ما سمعتيش الطبيب شنو قال؟ قالك لا نعس بالنهار ما غينعش بالليل. ومن بعد وهاد السيد الا ما نعسش كاع ما ينعس لا بالنهار لا بالليل. ومن بعد انا باغا نعيش حياتي، ما غاديش نكرفس البنت معايا ونبدل لها لوغيتم ديالها وانا خدامه اون بليس. كي بغيتيني ندير؟ ولي الله مالك بنتي يا سلمى؟ عندك شي مشكل؟ لا والو با والو، غير تنتناقشوا شويه وصافي. تهولنا على عبلة. الله 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 الله. ايبا بنتي مالك في رجليك؟ لا والو، غير طحت وتفدات. مسكينة، ما يكون عندك باس بنيتي، ما يكون عندك باس. با سيدي. نعم بنتي. كنبغيك بزاف. تانا كنبغيك بزاف أحبيبتي. تعشيتي ولا مازال؟ أنا غادي نمشي نصوب لكم العشاء. لا لا لا، خليك مرتاح، أنا غادي نمشي نصوبها. على أنت هو المايسترو؟ حاشا، كاين شي مايسترو قدك. أنا غنمشي نطيب لكم العشاء. عيط على أختك قول لها تجي تتعشى معانا. وأنت أجي عاوني في الكوزينة. واخا با أنا جاي. سمير مشي ولا حقاش البنت قرية غدا؟ حس أنا بغيت نمشي نطيب مع المايسترو. إيبا؟ يبا يلا تمشي للدار. با كنا بقاو حتى تعشاو معانا. كتعرفي سلمى في التربيه ديال بنتها ما كتعاتقش، غدا عندها ليكول بكري. عندها الحق، القراية هي الأولى، هي اللي غادي تنفعها. هكداك كانت ماماكم الله يرحمها، كانت ما كتجي فين تكون 8 ديال الليل حتى كتكونوا غاسلين واكلين ناعسين، وكنعيا فيها بنت الناس. خليهم يسهروا شوية، خليهم يقصروا غير باش تنجي نشوفهم أنا. والو
كتقول لك انت قبل خدمتك وهما يقابلوا قرايتهم. والله الا بابا عقل كان عقل كنا كنطلقاو معاك حتى الويكاند. فاش كتجي انت كنكونوا ناعسين، فاش كنفيقوا حنايا فتكون انت ناعس. ايوا لالا، هو دابا عندنا الوقت الكافي فاش نتشوفوا. الله يعطيك الصحه وصافي ما يسطروا. يا سلام على هاد لاسوب، ما ضيعتيش اليد. عمرني ما غادي نضيعها، انا الطياب راه هو حياتي. الطبخ في حد ذاته راه فن. الله يطولنا في عمرك الوالد. امين امين. كنت باغا نقول لك با، دابا انا غادي نعاود نرجع للخدمه ياك ان شاء الله. وانت ما بغيتش نخليك بوحدك، خاصك اللي يونسك مع تسامير وسلمى، مشغولين يعني كيكونوا في الخدمه وداكشي ما غاديش يقدروا يبقاو معاك. قلت مع راسي نقول لجواد هو اللي يبقى معاك باش قبل ما حتى نرجع انا من الخدمه. شنو جواد؟ نخليو بانا بوحدو مع جواد؟ وشنو فيها؟ ما عجباتكش مجلس انت معاه؟ انت اللي غتجلسي معاه وبلاش علينا ديك الخدمه. ياك باش نصرف انايا على راسي وباش نصرف على داري؟ وإلا كان راجل يخرج يخدم على راسو. اش وصلنا دابا لهاد الهضره؟ ما تقول لسلمى حتى هي تجلس في الدار وما تمشيش لخدمتها، ولا حلال عليها وحرام عليا انا؟ اه مزيان، دابا كيتطلق لك اللسان غير علينا حنا ياك؟ انت اللي غتجلسي تقابلي باك. ايه با هذا وانا مقابلاه، ولكن حتى انا خاصني راجل يكون معايا بحال اللي انت كاين مع مرتك. ولا عرفتي اش غندير؟ غنمشي بحالتي لداري وغادي نهز با وغادي معايا. صافي شكرا، ما بقيناش باغيين، با غادي نديه عندي. ما غنمشيش مع واحد فيكم، انا ما غنمشي مع حتى واحد فيكم. سيروا ديوركم يلا، انا قد براسي وقد بشغلي. كما مرلوي ايه، غادي نمشي لبيتي ونخرج ما لقى حتى واحد فيكم هنا، فهمتوا؟ تفو الله يخليها سلعه كما مرلوي. صافي هادشي اللي بغيتي انت، اللي بغيتي هادشي. هو ما قال حتى شي حاجه، شدك تهضر انت كاع. غني لي شوي شوي، غني لي خد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. بس 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 دير لي الشعبي. ما طلبت غير اللي موجود عند خويا جواد. يلا بالي بينوا لينا نتوما. ودوا سيروا عيطوا لي الحبيبي، ودوا سيروا عيطوا لي الحبيبي، داك الغالي داك الزوين، داك الغالي داك الزوين، داك حبيبي واللي عندو حبيبو يتهلا فيه وما ينساه. أو شيت عليه بشد ليموني، شيت عليه بشد ليموني، وياك اللي دوم كاع ما هموني. داك الغالي داك الزوين، داك الغالي داك الزوين، داك حبيبي. شي واحد كيدق. ها المرض ديال الجيران اللي ما بغيناش. شوفوا غتمشيو تخزنوا في الحمام. يلا يلا. شنو هو الحمام؟ وين ما بغيناش؟ يلا سيروا الحمام. هادي القصارى مع الدراري الصغار، ولينا غندوزوا الليله في الحمام، واش حنا كستاله؟ سيري ولا غنوليو دراري صغار. يلا سير. سيبي العزيز ادخل. ما جيتش باش ندخل يا جواد، ما جيتش باش ندخل، غادي تفرق من اختي. سمعتي؟ شد الكلام يا ولد الناس، اختك راه مرتي، انتوما راكم نسابي. شحال تاخد؟ شحال تاخد وتطلقها؟ عشتي؟ بسهله ولا بلاغه؟ مرتي تتبغيني وتاني بغيها. جواد جواد خزا ما كنت تراك
نسيبي الكبير مول العقل، خليني احترمك. فكر مزيان شحال غتاخد. سمعتي؟ وغادي تفرق من اختي بشويه، وغادي تبعد على بويا. راك ما تعرفنيش مزيان، راه نقدر نخرج عليك. علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيتي بحالك كيفاش النوم يا حلالي؟ علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيتي بحالك كيفاش النوم يا حلالي؟ علاش يا اللايم خليتني هايم؟ علاش يا اللايم خليتني هايم هايم في جروحي؟ راه راجلي هذا كبا، خلينا نساو داكشي اللي فات ونبداو صفحة جديدة. عافاك، بحال اللي نسيتي بزاف ديال الحوايج، علاش ما نساوش حتى هادشي ونجيبو يجلس معنا في الدار؟ راه حتى انا محتاجه ليها با. وشتي واخا جريتي عليه من الخدمه، واخا عاقبتي على داكشي اللي كان كيدير، والله الا باقي عزيز عليه نتايا، ديما كيتفكرك بالخير وباغي يجي يعاونك با. انا عارفه هو اللي داير الفالطه، هو اللي كان كيدير مع مالي السلعه باش يزيدو في الثمن ويعطيوه، كان كيدي السلعه ويبيعها في جهه اخرى، ولكن راه العقل ديال الصغر راك عارف، والبلية والطيش، وما كانش عارف راسو اش كيدير. دابا راه دار عقلو، راه كبر وكاملين كبرنا وبغينا نديرو حتى حنا وليدات با. وقيلا نخليك ترتاح. يلا تصبح على خير با، وسمح ليا بزاف. قلت لك في التليفون ما كتجاوبنيش، هضرت مع عبلة قالت لي بلي خرجتي من عندها من قبيله. سمير، سمير شوفي وصافي، شوفي شوفي اسمح لي بزاف، انا عارفك مقلق عليا، ولكن هادشي اللي خطر راه ما عرفتش كيفاش تجا، خربقنا كاملين. ويلا سيدي إلا كان على الوالد ديالك يجي عندنا للدار مرحبا به على الراس والعين. ويلا بغيتي نمشيو نجلسو معاه نمشيو نجلسو معاه، ما عندي حتى مشكل، ولكن عافاك اسمح لي. حاج ميسترو صباح الخير، ريح في الطربيع. جلس جلس. الله يسامح، دير بحال أول مرة تلاقينا و تخطبت عندك البنية، تجوزنا،
التليفون ديالها التليفون ديالها مشى عندها التليفون شفروا لي التليفون ديالي شفروه بالضبط شفروه يا التليفون ديالي مالك خبا مالك التليفون ديالي راه غنلقاو غنلقاو التليفون ديالي شفروه التليفون ديال كاين غيكون شي بلاصه ما تخافش با شفروا لي التليفون شاري غالي شاري غالي التليفون يعني با راه غنلقاو غيكون ترفته فشي بلاصه هنايا غادي نلقى لك هو التليفون لقيتو طايح في الكوزينه شتي قلتها لك با قلت لك غير تعرف شي بلاصه ما عنده فين يمشي طلق يبا عافاك ما تديش عليه راك عارفو كيجيو هادوك التهيؤات كيسحب روجان نديو لحوايجو بلا ما تهزي لي انا الهم المهم غير هو يبقى بخير الله يحفظك ليا ويطول لي عمرك راه خديت لك رونديفو غدا عند الطبيب ما يكون خاطرك قلت لسمير يجي قبل وبيد ما رجعتي انت من عند الطبيب غادي نمشي لخدمته صافي هي اللي ما تعاودش باش نطيب لك شي حاجه تاكلها باينه فيك الشوح على سلامتك يلا ساليت اخويا راه ما حيلتي نقابل لك باكو مسكين ما حيلتي نمشي عند الطبيب باش ندير لختك خاطره هذا لا صافي اسمح لي غير تعطلتي وانا عندي ما يتقدر سير اخويا الله يعاونك انا راه اللي في جهدي كنديرو جواد شكرا ما يحتاجش اخويا هادشي راه واجب سمير خرج قويلة قلب عليا شوية وسير ترتاح شكون انت؟ زوين عندك شكون انت؟ سولتك جاوبني شكون انت؟ واش كدير هنا؟ دابا فهمت واش كتخبر عليا السي الحاج؟ تمشي لدارنا انا باغي نمشي لدارنا تاش من دار السي الحاج واسي المايسترو تادي راه هي دارك واش تخايبريتي تمسح لك الديسك دير خليني معاك مزيان بلا ما تعصبني خليني ناكل شي نتيفه ديال اللحم بلا ما نخسر معاك نمشي لدار با كيتسناني ها انت مشيتي بعيد اش من باك انت باك صاحبي راه مات قبل من الاستقلال لا 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 بابا كيحي بابا كيحي وانا خصني نمشي لدار بابا كيتسنى خصني نمشي لدار انا خصني نمشي لدار يا واشتي دابا حنا غنوليو فشد ليا نقطع لك خصني نمشي لدار دابا خصني نمشي لدار تعرك فيا عاوتاني دابا خصني نمشي لدار بابا كيتسناني خصني نمشي لدار نديرو معاه الواجب دابا خصني نمشي لدار انا بابا كيتسناني خصني نمشي لدار واخا خصني نمشي لدار دابا بابا كيتسناني انا خصني نمشي لدار نمشي لدار السبت الاول في الشهر جاي مزيان يكون كلشي جالس ومرتاح خويا كنت باغي نطلب منك نهار السبت ولكن كنعرفكم كتخدموا ما زعمتش غادي نعطيك جهه ونخدم في جهه قول لي شحال تقريبا عندك ديال الناس واقول واحد 30 صافي شوف كون هاني انا راه عرضت على كاع الناس اللي خدموا معاه وكاين الكليان اللي سمعوا غيجي وبغاو يجيو يشوفوا ويتكلموا معاه ميرسي بوكو لي لاختك لا داك راه المايسترو ابانا كاملين ماشي باك بوحدك تهلا فيه تهلا فيه شوف الا محتاج اي حاجه اتصل بيا الله يحفظك اخويا لي لاختك شكرا راه حتى مجلة المطبخ المغربي غادي يكونوا حاضرين بغاو يديروا عليه روبورتاج اون طونكو مايسترو ماشي الحاج احمد اللي مريض فهمتيني ياك داكشي اللي قلت ليهم حتى انا هما راه متفقين بغاو تكريم ليه وغادي يطلعوا في الصوره اللي عرفوا بها الناس سوبر تري بيان ميرسي ا بيانتو
فينك عزيز؟ أوا السي المايسترو بغيت تعرفني شكون أنا؟ أنا وريتك شكون أنا. شو نشوفه؟ بالي أخوي عزيز. بسم الله. هادشي بزاف. الخواتم ديال الدياموند. وهاد الذهب قديم غيكون غالي، ما نقدرش ناخذ. راه القديم راه زايد في الكرق. أخويا زعما عطيت الثمن على جهدك. انا بغيتهم لك الله يسخر. راه بلا اوراق ما يمكنش ناخذ، راه حتى واحد ما غياخذهم مني. شريف اسمع، شتي هاد الدبلي كتشوف؟ راه مراتو ورثاهم على امها، يعني خلاتهم ليها. انت راه كتعرف الناس ديال بكري، راه ما كانت لا كتابه لا اوراق لا استحمص هاني يوصف. ودير انت النيه صاحبي ودير فيهم، يعطيهم الثمن اللي يستاهلوا. نعطيك 4 مليون. جبت اخويا دوك الفلوس الله يسهل عليك بين فيك مرتي. بسم الله. 1 2 3 4. قول لي ما لقاش عندك شي سميس لولا شي خويته دلتا موجود؟ هنا وحده فيهم بغيتي. شوف هادي، هادي ذهب. بيان سير ذهب. شحال دايره هادي؟ 5000 درهم. جاتك اخويا، ديو للمدام تاهي نفرحوها، راك عارف العيالات عز عليهم بحال هادشي. معلم شوف باش كتعجبنا خويا جواد، جنتلمان مع راسك. انا خويا بصب رزقك. لا ماشي ماشي، بالصحة والراحة. الله يدخل عمرك بالصحة والراحة اخويا. مشينا خويا جواد. الله يسهل. داون. بيبي ديالي اش كديري هنا؟ انت علاش كدير هنا؟ اتفقنا ما تخليش با بوحدو. لا معليش، غير عيطوا لي فواحد لوطروتيان على قبل الخدمه ومشيت. ايوا اش درتي معاهم؟ تقبلتي؟ بيان سير قبلوني، تلميذ ديال المايسترو عجبتهم مزيان، عطاوني انفونس وقالوا لي خوت لك حويجات جداد وما نسيتش حبي. جبت لك معايا واحد الكادو، شوف واش غادي يعجبك. عجبك؟ زوين الله يحفظك لي يا راجلي العزيز. تستاهلي كل خير. هاك انا دابا عارف اش غنديرو، غنمشي نحط عليا هادشي نبدل حوايجي ونمشي عند باباك غنقدك ونفاق. بابا قيمة فاق من الكينه اللي عطيتيه. شنو؟ انا اللي فقت من القلبه ومن الكذوب من الشر اللي فيك. انت واحد الانسان اللي موسخ، ما عمرك ما غادي تقاد في حياتك. انت اش كتخربقي مالك؟ شنو كاين؟ ها؟ واش نتوما هاد المرض عندكم سلاله ولا شنو هو؟ انا ما فهمتش اش كتقولي. علاش كترفع عليا في صوتك؟ باغي تضربني ولا باغي تكتفني بحال اللي كتفتيه؟ كتفي ولا سي سمير؟ معاك الشرطه سيدي. ياك ما كاين باس. حاج دخلوا عليا الشفاه الدار.
تكاسو عليا شفهم ولد الحرام عرفتهم سي سميح هذا اللي دخلوا الدار كيعرفوها مزيان حنا في الحقيقة عرفناهم شوف انت واش عرفتيهم سي سميح واختو اتفقوا انهم يانستالوا لي كاميرا في الدار باش يعرفوا شنو كيوقع قلتوا لي فيلم هندي هذا فيلم مغربي بغا يكمل في الكوميسارية ياسين باك من النهار جري عليا عقدني جري عليا من الخدمة ليا فسخي كون خليت با يدخلك للحبس المرة الأولى كون كاع منوصل لهادشي أنت شفار ومجرم وأنا اللي تقت بيك وهاد المرة غتطلقني وبزات منك سعداء باستقبالكم في هذا الحفل التكريمي كنشكر كل مستخدمي مطعم الزيتونة باسم أسرة ديال الحاج أحمد كنشكر السيد مدير مطعم الزيتونة على هذا الحفل الكريم وكنطلب منكم باش تستقبلوا بحرارة رجل قدم الكثير للمطبخ المغربي قدم الكثير لأجيال وأجيال من المتعلمين في هذا المطبخ الجميل الحاج أحمد المايسترو كباقة تقدير وعرفان غادي نطلبوا من الأستاذة عبلة عوينات المايسترو الابنة الكبرى للحاج أحمد باش تقدم له باقة ورد باسم الأسرة تاع المايسترو تفضلي تحت تصفيقاتكم هدية من طرف مستخدمي المطعم غادي يقدمها السيد المدير مشكور يتقدم معنا المنصة صورة تذكارية لعائلة المايسترو شاهدوا أفلام